المباراة ديال المغرب والبرتغال غتكون مباراة ديال يعني البرتغال تربح بحصة ثقيلة، حيت المنتخب الوطني المغربي ملي تيكون عليه الضغط كيرتكب أخطاء بدائية، فهمتي؟ يعني تشوف ديك الأخطاء اللي تيرتكبوا المراكا، أخطاء ديال الدوزيام سير ديال البطولة الوطنية، فهمتي؟ يعني ما كاينش البريسينغ، ما كاينش فراب دوبال، يعني ما كاينش اللي يديروا الدريبلاج، فهمتي؟ يعني تيبان اللعاب عليه لوطخاك، فهمتي؟ ستريس، ما كاينش الثقة في النفس، يعني تاع ديك البريباراسيون ديال المغاربة يعني كان ضعيف بزاف، جابوا منتخبات ضعيفة واستعرضوا عليهم العضلات ديالهم باش يبانوا أقوياء، والبرتغال غادي تربح بلا ما نبقاو نحلموا بزاف. وما عمرني ما غادي نقول غادي تربح البرتغال، واخا تنشوف ان المنتخب البرتغالي عنده بزاف ديال اللعاب اللي قدروا يخلقوا الحدث، ولكن انا كمغربي وعنده الروح المغربيه تنقول تفوق المنتخب المغربي، وعلاش لا يقدروا يربحوا المنتخب المغربي ويتعادلوا مع اسبان ويدوزوا، علاش لا، نتمنوا التوفيق. كاينين حظوظ تربح المغرب شي 2-1، كاينين حظوظ حيت واخا مخسروا هذا الماتش ديال ايران يقدروا يدخلوا نفس يلعبوا مع البرتغال، تقدروا يربحوا. الصراحه بالنسبه لي على حساب الروح القتاليه ديال اللعابه، كما كتشوفي في ماتشات اخرين واخا كتكون زعما ليكيب تكنيكمون كتكون عيانه شويه ولا ناقصه، ولكن الروح القتاليه ديالهم كتخليهم سواء انهم مينيموم كيتعادلوا مع الفريق الخصم ولا كيربحوا. دونك على حساب كنظن الا كانوا اللعابه دخلوا هذه المره بروح قتاليه احسن من اخر مره، ان شاء الله يقدروا يديروا شي حاجه قدام البرتغال.